نتعدي وتوا نحضروا الجرانولا لي انغريديون المكونات اللي نورمالمون يكونوا موجودين الباز نتاع الجرانولا هما الشوفان الغران دو شيا كينوا قلوب القرع الابيض والقلوب الكحل كيف كيف وباش نزيدوا فاكيا انتم واش تحبوا انا عندي هوني لوز هاكا حمرته وقسمته وقصيته وباش نزيدوا معاه كيف كيف الزبيب هوني عندي الزبيب الاصفر وهوني عندي الزبيب الاحمر ومعاه الفاكيا مش الفاكيا معاه لي فروي سيشي الكل اول ما باش نبداو اول حاجه باش نحطوا الزبده وباش نزيدوا عليها العسل دونك نخليو الزبده ساعه تذوب وهاكا كيما قلت لكم نجم تكون في البتي ديجني نتاع صغارنا نجم تكون في البانيي اللي نبعثوها زاده للمكتب كيف كيف كيما تنجم تكون غوتي وللناس اللي مغرومين بالغرينوتاج وتحبوا حاجه صحيه تنجموا تعملوا بها غرينوتاج الغرانولا يظهر لي سي اون تري تري بون ايدي نتاع غرينوتاج دونك بديت الزبده هوني تذوب نزيد حاجه اخرى الغرانولا حاجه يحبوها برشا لي سبورتيف وتوا عاد احنا قادمين على الصيف والعباد الكل تحب تنقص شويه في الميزان وتخدم بدنها وتمشي للصاله وتلعب سبور دونك هي كلها بروتيين وتنجم تعاون برشا برشا لي سبورتيف في لي روبا نتاعهم سورتو سورتو في لي بتي ديجني الصباح دونك ذابت هوني الزبده باش نجي توا نزيدها العسل العسل باش نحاول نخلي منه شويه على خاطر عندي من بعد جو ديتوكس باش نحضرو هكا في الباكيج نتاع الحاجات اللي تابعين الناس اللي تحب تعمل سبور واللي تحب تنقص في الميزان ولي سبورتيف اون جينيرال حاجه نتصور تساعدهم بالكدا بالكدا دونك الزبده والعسل هاو ما ذوبناهم مع بعضهم نجيو توا البلاتو اللي باش نهزوه للفور دونك هذو مش باش نحطوهم في الفور هذوك ما يتزادو من بعد باغ كونتر باش نحطو الشوفان الغران دو شيا والكينوا نزيدو عليها القلوب نتاع القرع وقلوب عبيد الشمس نخلطوهم هكا مع بعضهم ونجي اكلي ذوبني زبده وعسل نسقيهم من الفوق باللي ذوبناه من الزبده والعسل نحاولوا نحطوا فوق الغرانولا الكل كيما هكا ونخلطوها باش الكل يتخلط في بعضو الغرانولا نتاعنا توا باش نحطوها في الفور اللي حطيناه على درجة سخانة ما بين 150 و 160 درجة انت والفور نتاعك وقداش تنجم سخانتو ونحطوها 40 مينوت وكل 10 دقائق نحلو نتفقدوها ونحركوها بعد ما نخرجوها بالطبيعة باش نزيدوها الزبيب والفخوي سيشي هذوما على خاطر ما يدخلوش للفور هما بطبيعتهم باهي انا من بعد تو نخرجها ونخلطها قدامكم ونتعدى توا نزيدو نحطو عليهم الفخوي هذا والزبيب ها يا سيدي والغرانولا حضرت نحطوها في حكة باللار وكل مرة نعطيو منها شوية للصغيرات كيما زيدا احنا نجمو نفطروا بها فطور الصباح ولا